معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ محمود بن راشد الخياري، رئيس قسم التنبؤات الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني. مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور وحياكم الله. يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين بالتواصل معك. وأنا أسعد، حياكم الله. عسى إن شاء الله شيء تباشير خير لحالة جوية قادمة إن شاء الله. نعم طبعا، مثل ما ذكرت يعني أبرز الملامح في سلطنة ويمكن أغلب الدول الخليجية هو الارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية. نعم. وطبعا هي كنتيجة طبيعية اقترابنا من موسم الصيف أو فصل الصيف. هي ما زلنا احنا نعتبر هذه الفترة هي فترة انتقالية. نعم. درجات الحرارة ترتفع وقد تنخفض نوعا ما. نعم. على حسب يعني تقلبات الطقس بالنسبة لوجود المنخفضات اللي ما زالت تؤثر على أجزاء من شبه الجزيرة العربية. نعم. الفترة الانتقالية مثل ما ذكرت المنخفضات والأخاديد الشتوية ما زالت حاضرة. ويمكن سمعنا ونسمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الأمطار المتواجدة سواء في الجمهورية الإيرانية أو أجزاء واسعة. نعم. أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية. نعم. نعم. يعني من خلال كلامك الحين أستاذ محمود، هل خلال الأيام القادمة متوقع أن تكون حالة جوية على السلطنة؟ في رصدته شيء؟ نعم طبعا، حاليا يمكن يعني لاحظ أن تواجد السحب العالية على معظم أجزاء السلطنة وأجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية. أمطار متوقعة على أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية كذلك. وأجزاء من دول الخليج، دول قطر، الإمارات العربية المتحدة. يمكن تأثرنا بهذه الحالة الجوية، طبعا هذه عبارة عن حالة جوية تأثر على المنطقة. تأثرنا احنا في السلطنة يكون نوعا ما محدود، كون تواجد المرتفع الموسمي في بحر العرب. ولكن يعني الفرص موجودة لأمطار متفرقة يمكن على محافظة مسندم، كذلك أجزاء من جبال الحجر خلال الأيام القادمة بمشيئة الله. نعم. يتلوها طبعا حسب المؤشرات الأولية وحسب التنبؤات اللي احنا نسميها متوسطة المدى. مبشرة يعني تبشر بحالة جوية خلال منتصف هذا الشهر بإذن الله. خلال منتصف هذا الشهر. نعم، يمكن يعني خلال الأسبوع القادم. نعم. الحديث يكثر أستاذ محمود عن ارتفاع درجات الحرارة، خاصة هذا الشيء لاحظناه من دخول شهر أبريل. عادة يعني بشكل رسمي أو فلكي متى نقول أن فصل الصيف فعليا يعني دخل؟ مثل ما ذكرت احنا طبعا يمكن في منطقتنا ما نلاحظ غير صيف وشتاء. نعم. فصلين أساسيين. لكن احنا ما زلنا يعني في فصل الربيع، أو دخلنا في فصل الربيع ولم ندخل لفصل الصيف، ما زلنا نعتبر هذا احنا نتكلم عنها كمرحلة انتقالية. نعم. وعادة هذه المرحلة الانتقالية يكون فيها تدرج في درجات الحرارة، ارتفاع في درجات الحرارة. نعم. ذكرت أن أحيانا ترتفع بشكل كبير وممكن يكون في انخفاض نسبي بعد مرور حالات الجوية، ويعتمد على حركة طبعا الرياح القادمة سواء كانت من المناطق الصحراوية أو المناطق أو من البحر، من جهة البحر. نعم. فإذا جتنا الرياح من صوب المناطق الصحراوية هي طبيعي أن تكون درجات الحرارة مرتفعة. نعم. كذلك التبريد في طبقات الجو العليا مع استمرار تقدم هذه المنخفضات الشتوية أو بقايا المنخفضات الشتوية خلنا نقول ممكن يلطف من الأجواء. نعم. شهر 6 خلنا نقول هو الشهر اللي هو ممكن نقول ان احنا دخلنا فعليا في فصل الصيف. نعم. اذا توقعات بفصل صيف حار على هذه المؤشرات. طب بشكل طبيعي يعني. نعم. ان درجات الحرارة راح ترتفع. نعم. ذروة درجات الحرارة عادة عندنا في السلطنة تكون شهر يوليو ومايو، يوليو ويونيو، خلال هذه الأشهر تكون درجات الحرارة أكبر ما يمكن، أو تكون درجات الحرارة تبلغ الذروة وبعدها تبدأ تنخفض. نعم. مع حلول شهر أغسطس وسبتمبر.
نعم. إذن أستاذ محمود نحن متواصلين معكم إذا كانت هناك أي مستجدات بما يخص الحالة الجوية أو أي مؤشرات واضحة خلال قادم الوقت إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا أنا مثل ما ذكرت أن الأجواء ما زالت أول المخافضات تبشر أنه من المحتمل أن تكون تأثيرات خلال الأيام القادمة بتأثيرات غير مباشرة على أجزاء من محافظة مسندم. أمطار متفرقة واردة. كذلك جبال الحجر تنشط التكونات المحلية مع وجود يعني الرياح القادمة من بحر العرب وتغذينا بكميات جيدة من الرطوبة. الأسبوع القادم كمؤشرات أولية من المحتمل ومتوقع بمشيئة الله أن تكون هناك نوعا ما تأثير لهذه المخفضات على أجزاء من القادمة. الأستاذ محمود بن راشد الخياري رئيس قسم التنبؤات الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. يعطيك العافية. شكرا.